يعني اليوم في مسيرة العودة المتكررة في كل سنة، شعبنا يؤكد أنه لن يتنازل عن حق العودة، وأننا أصحاب قضية عادلة وإننا أصحاب حق. يصبح لهذه المسيرة معنى مميز في هذه الأيام على ضوء ما يتداول حول ما يسمى بصفقة القرن أو حول الأقاويل عن التنازل عن حق العودة. شعبنا وهذا الحضور الذي أتى بالآلاف أتى ليؤكد أنه لا يمكن أن يخضع لأي قوة في العالم التي تريد منه التنازع والتراجع عن حقه في العودة إلى فلسطين.